عبر الهاتف القائد الميداني في عملية بركان الغضب الطاهر بن غربية. مرحبا بك سيد الطاهر، هل من مستجدات جديدة على الصعيد الميداني في مختلف المحاور سواء جنوب العاصمة طرابلس أو شرقية مدينة مصراتة؟ أول السلام عليكم وعلى كل من يستمع إلى قناة تنصح، تحية مسائية طيبة في هذه الجمعة المباركة. قبل أن نبدأ بتفاصيل الميدان، طبعا اليوم بميدان الشهداء حيث ردت وغنا وأبطالنا الأشاوس من قوات عملية بركان الغضب على هذه المدرعة التي استعرض بها الأبله ومن يتبعه من المجموعة وهذه الميليشيات الشرق الليبي بمدرعة كانت عند كتيبة 604، هذه الكتيبة التي خاضت قوات البنيان المرصوص وقد سلمت لها هذه المدرعة وتم نقلها إلى مدينة بلغازي للتباهي والتفاخر بأن هذه الميليشيات قد غنمتها من قوات البركان وأنهم كحاجة رمزية. اليوم رد عليهم الأبطال في ميدان الشهداء، وذلك باثنين مدرعات روسية الصنع تسمى التمساح، وهي أكبر مدرعة صنعت في العالم. هذه المدرعات الاثنين طبعا التمساح ذات ميزات متعددة وأيضا في التصفيح وفي كل شيء، هذه مدرعات جديدة مدت بها روسيا وعن طريق دولة الإمارات، هذه الدولة القزمية مدت بها قوات حفتر وتم غنمها. ولا أقول لك واللي من يستمع إلي إن قوات البركان قد غنمت عشرات ومئات من الأليات ومن المستشفيات الميدانية ومن كل شيء بالكامل، ولكن لم نستعرض به ولم نقوم بأي شيء. المهم بالنسبة للأوضاع الميدانية وبالذات في محاور قتال في طرابلس، يوم أمس تم إسقاط طائرة استطلاع فوق منطقة صلاح الدين، أيضا تم إسقاط طائرة استطلاع أخرى في منطقة عين زارة. بالنسبة لهناك نرصد ونترقب تحشيدات كبيرة جدا للعدو، حيث منطقة في لم جزيرة قصر بغشير بالتحديد والأماكن منطقة قصر تعش بعشرات ومئات السوريين وأيضا الفاغنر الروس موجودين وأيضا قوات السودانية الجديدة التي تم دفع بها القتال، ناهيك عن القوات المصرية. أيضا هناك دفعات مصرية وصلت إلى هذا المكان ونحن دائما لهم بالمرصاد. والجديد إن مدفعية البركان من يوم أمس وهي تدق التجمعات بالكامل، وكنا على اتصال بعد في مناطق مع عيوننا الموجودة في منطقة قصر بن غشير، وأخبارنا تقول إن الضربات كانت موجعة وكانت قوية جدا في منطقة قصر بن غشير. واصلت مدفعية البركان اليوم لتضرب بعض الأهداف المتفرقة في هذه المنطقة سواء في عين زارة أو في وادي الربيع وأيضا في منطقة قصر بن غشير. لا وجود للطيران الحربي أو المزير في سماء العاصمة، فقد ارتاحت هذه السماء من هذه الطائرات بعد دخول البوارج التركية. أيضا نذهب إلى شرق مدينة مصراتة، حيث أمس في أول إطلاق لعملية إطلاق صاروخ أرض جو، استطاع هذا الصاروخ أن يصيب مجموعة من المرتزقة، حيث وصلت حوالي 20 جثة إلى مستشفى ابن سينا في مدينة سيرت. بالنسبة باقي الوضع الميداني، ما زال التراشق بالمدفعية بين قوات بركان الغضب المتواجدة شرقي مدينة مصراتة وهذه الميليشيات التي ترد بقذائف الهاون 120 العشوائية. الأمور طيبة بالكامل. هذه التحشيدات نحن نترصدها وقواتنا بإذن الله جاهزة للرد على أي تجمع بإذن الله. نعم. وكما قلت لك أخي إن المدفعية هاوزر 155 الميزانية كفيلة بتشتيت وتمزيق هذه التجمعات بإذن الله تعالى. نعم. سيد الطاهر بن غربية، ذكرت بأن تحشيدات العدو لم تتوقف، تحشيداته العسكرية واستجلابه للمرتزقة، وهناك أخبار أيضا عن نزول طائرات
في مطار بنينة تحمل دعما عسكريا لميليشيات حفتر سواء من الإمارات أو من الدول الأخرى الداعمة له. في المقابل ماذا عن قوات بركان الغضب؟ أنت ذكرت البارجة التركية، هل هناك تعزيزات وإمدادات تصل لقوات بركان الغضب بناء على الاتفاقية التركية الموقعة بين ليبيا وتركيا مؤخرا؟ نعم التعزيزات سواء من الدولة التركية، نعم هناك تعزيزات وهناك دفاعات جوية، هناك كل شيء بإذن الله تعالى في وقته وحينه. نقول الجماعة للجميع لقد استعدينا ومثل ما هم قاموا بالتحشيد نحن حشدنا بإذن الله تعالى الأمور طيبة بالكامل. أقول للجميع حتى للناس اللي الآن من سكان العاصمة، ربما حتى المدفعية اللي تقصف الآن بعد تطلع أي مدفع سواء صواريخ جلاد أو مدفع أو أي شيء يقوم بقصف أي مكان على طول يتم تحديده وتدميره على الفور، حتى بصراحة نجنب المدنيين وحفاظا على حياتهم. نحن بإذن الله تعالى مثل ما هم قاموا بالتحشيد نحن حشدنا ونحن جاهزون بإذن الله تعالى الأمور بالطيبة بالكامل. نعلم أن أكثر من 22 طائرة وصلت في خلال 10 أيام للمنطقة الشرقية، وهي بين منها يحمل المرتزقة ومنها يحمل السلاح، وربما تضاعفت الرحلات الجوية بالذات من الإمارات باتجاه منطقة الشرق، وقد جابوا الشبيحة السوريين وأيضا جابوا السوادين هذين تابعين للشركة الأمنية على أساس أنهم تم تدريبهم في الإمارات، وأيضا قاموا بإرسال السيسي هذا اللعين قام بإرسال العديد من المرتزقة المصريين، ولكن الكل فشل في الأيام الماضية عندما يقوموا بالتجمع. تقوم قواتنا سواء طائرات حكومة الوفاق أو مدفعية البركان باستهدافها مباشرة، حتى أن الجميع الآن أصبح ينتظر لحظة الصفر أو الانطلاق أو صد أي هجمات للعدو، ولكن نحن لم ندع هذا العدو أن يتنفس. عندما يتجمع نقوم بإصابته مباشرة واستهدافه، ونجحنا بإذن الله تعالى في استهداف كافة تجمعاتهم. وأقول للجميع ربما كانت الخطوات بطيئة، ولكن هذه الخطوات ثابتة، وبإذن الله الذي شفته عيني وقمت أنا شخصيا بمشاهدة هذه الإمدادات التي أتت بإذن الله تعالى، أقول انتظروا بإذن الله تعالى انتظروا، فإن هناك أخبار سارة سوف تفرح الجميع وسوف تتلج جميع الصدور بإذن الله تعالى. والله العظيم ربما بقينا لمدة 9 أشهر، لا عون لنا إلا الله الذي توكلنا عليه من البداية، ولكن أمدنا الله بمن هو يعيننا وبهذه الدولة المسلمة، وبإذن الله تعالى سوف نمسحهم من عن وجه الأرض بإذن الله تعالى، وسوف ندق هذه المدن التي خانت وجاءت مع هذا المجرم، وسوف تكون وجهتنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الطاهر من غربية القائد الميداني بعملية بركان الغضب، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.